يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي قول لا إله إلا الله للتوحيد على رغم أن بعضهم يقول ذلك ثم يطوف حول القبور ويعتقد فيها ويعتذر لهم بعض الناس بأنهم معذورون بالجهل، فهل هذا صواب؟ نعم، أعيد السؤال. يقول هل يكفي قول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله لا يكفي، مجرد اللفظ لا يكفي، لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. معرفة معناها هو أنه لا معبود بحق إلا الله، والعمل بذلك، فلا تعبد إلا الله، وإلا مجرد اللفظ ما يفيدك شيئا أبدا. والجهل زال ولله الحمد، أسباب العلم مبذولة، القرآن والسنة والدعاة إلى الله، هذا بلغ المشارق والمغارب، إلا إنسان ما يهمه الدين ولا يهمه شيء، هذا لا عبرة به، أو إنسان معاند ولا يقبل، هذا أيضا لا عبرة به. فالجهل يزول بالعلم، والعلم مبذول ولله الحمد، والتقصير إنما هو من المقصر. نعم.